مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات واندفعت الجياد والأفراس عمر 4 سنوات فأكثر الباحثة عن انتصار جديد، فيما تبحث أسماء أخرى عن انتصارها الأول. محروس بلا وحبيبة روان يبدأان النزال في الصدارة مع ريموت والصالح ورزافة، تبدأ أيضا مع ريموت ومحروس بلا في المنتصف مع حبيبة روان في المسار الداخلي. محروس بلا وحبيبة روان، محروس بالله حبيبة روان وصباب وريموت يبدأ أيضا في المركز الرابع. نتابع محروس بالله بطول فيما ريموت يحاول التقدم المركز الثاني مع صباب. حبيبة روان تتأخر للمركز الرابع، رزافة تبدأ وتحاول التقدم، فيما محروس بلا في الصدارة. المنعطف الأخير إلى 400 متر الفاصلة، محروس بلا يتقدم الجياد ملاحقة من ريموت في هذه اللحظات، وأيضا المقتفي يحاول المطاردة، فيما محروس بلا يبتعد ويوسع الفارق في هذه الأثناء، يبتعد بكل قوة للصدارة للانتصار. مشاهدينا الكرام، محروس بالله ابن الحراق يعلن الانتصار الثالث في سجل السباقي. ألف ألف مبروك لمالك.